السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مريم التونسي. الفيديو ده بإذن الله هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا. طبعا في بعض الناس بتأكل الحمام علف، هو مفهوش مشكلة، هو فيه نسبة بروتين عالية جدا وحاجة كويسة جدا للحمام، بس هي المشكلة كلها يا جماعة بترجع لأن العلف بيكون عليه مواد بتسبب مشاكل لكبد الحمام، أو بيعمل له نظام تسمم. فاحنا عايزين نريح دماغنا من الحته دي، فهنتكلم النهارده ان شاء الله عن حاجه مهمه جدا، سواء انت بتاكل علف او ما بتاكلش علف، سواء الكلفه عندك بتتغسل او ما بتتغسلش، عليها مواد كيماويه او ما عليهاش، مرشوشه او مش مرشوشه، ايا كان هتريح دماغك وهتعمل حاجه كويسه جدا. انا عن نفسي بعملها وقايه من الامراض، تمام، وفي نفس الوقت حلوه لجسم الحمام، تمام. طيب هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن مضاد سموم، تمام. ده مضاد سموم، النوع اللي انا بتكلم عنه النهارده مشهور جدا ومن اقوى انواع مضاد السموم، اسمه انتي دوت، تمام. المضاد السموم دوت استخداماته ايه؟ اولا المضاد السموم بيخش جسم فرد الحمام، بيشتغل على امتصاص وتكسير السموم اللي في جسم فرد الحمام، ويخليها تنزل مع الزرق بتاعه. يعني فرد الحمام ما بيتأذيش بسبب السموم اللي بتبقى موجوده في جسمه، طالما خد مضاد سموم هتنزل مع الزرق، مفيش اي مشاكل بالنسبه لفرد الحمام، مش هيبقى عنده اي مشكله خلاص. تمام. تاني حاجه بيعمل ايه؟ بيشتغل على تهيئه الامعاء ان هي يكون فيها حموضه معتدله، يعني بيظبط نسبه الحموضه في الامعاء بحيث ان هي تشتغل على الهضم كويس، بينشط البكتيريا النافعه اللي في الجسم اللي هي بتقاوم اصلا البكتيريا الضاره المسببه للامراض، تمام. بيشتغل على تحسين وظائف الكبد، بيشتغل على رفع كفاءه جهاز المناعه، يعني بيحسن اداء جهاز المناعه، بيخلي جهاز المناعه اقوى، تمام. الحاجه الثانيه يا جماعه ان المضاد سموم مهم جدا 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 في الوقايه من مرض الكولوستريديا ومرض السلمونيلا، تمام. يعني انت كده كده محتاجه، يعني دوت برضو يعني حاجه ممكن يكون في حد اتكلم عنها، بس انا عن نفسي ما شفتش لسه حد اتكلم عن مضاد السموم او اداله الاهتمام الكافي اللي المفروض يديهوله. مضاد السموم يا جماعه مهم جدا 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 كوقايه وككورس بعد العلاج، اهم من رفع المناعه اللي انت بتديه بعد العلاج او الفيتامينات اللي انت بتديها بعد العلاج. طالما عليك تبقى مضاد حيوي، لازم بعد ما تخلص كورس المضاد الحيوي بتاعك ادي مضاد سموم، تمام. اي رواسب في الجسم، اي سموم في الجسم، اي جرعات زياده اديتها للحمام بينزل الكلام ده كله، وبيشتغل معاك على تحسين وظائف الكبد تاني، ويعيد شغل الكبد من اول وجديد، ان هو ينضفه ويرجعه لك لحالته الطبيعيه اللي ربنا خلقه بيها، تمام. يبقى احنا دلوقتي مضاد سموم بيطري زي كده، تمام. دوت طبعا انا بجيب بالسنتي، لان طبعا العبوه بتبقى عبوه كبيره باللتر، فانا بجيب اللي يكفيني لان انا مش محتاج كتير. عبوه زي دي 80 مللي مش غاليه، ب 30 جنيه، تمام، من اي عياده بيطريه مش هتعدي ال 30 جنيه، تمام. هتشتغل منه سنتي على لتر الميه من 3 ايام لخمس ايام، تمام. طيب ما عنديش مضاد سموم او مش عارف اجيب مضاد سموم، اشتغل بخل ابيض، تمام. الخل الابيض بيوفي الغرض برضو، بيشتغل كمضاد سموم، وبيشتغل كرافع مناعه، وبيشتغل برضو كمنشط للكبد، وبيشتغل كبرضو احماض للامعاء كويسه، وبيشتغل كبكتيريا نافعه برضو، بيحافظ برضو على الكلام دوت كويس جدا، تمام. يبقى انت يا اما مضاد سموم بيطري، يا اما لو ما فيش اشتغل بالخل الابيض اللي هو بتاع الاكل اللي عندنا في المطبخ او عند اي حد موجود في المطبخ. هتاخد منه من 5 سنتي ل 10 سنتي على لتر الميه لمده يومين او 3 ايام بالكتير، تمام. يا ريت اكون قدرت افيدكم بمعلومه، وان شاء الله جرب موضوع مضاد السموم دوت، وهتدعي لي باذن الله، تمام. ما تنساش تشترك في القناه، هتقف هنا هتلاقي كلمه اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي، هتدوس عليها وتشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.